افترض انه يوم الاحد القادم البرلمان يعقد جلسته الاولى لتشكيل الحكومه، تتوقع هذا البرلمان باعتبار اجى نتيجه انتخابات مبكره راح يختلف عن البرلمانات السابقه؟ لا والله نفس الشيء، نفس الطاسه ونفس الحمول. شنو السبب؟ اكو وجوه جديده صعدت؟ اكو كل شيء نفسيتهم، هم نفسيتهم البرلمانيين نفسيتهم، عدلوا هذا من ناحيه حطوا هذا هنا. يعني بس تغيير وجوه صار؟ تغيير وجوه لا اكثر ولا اقل. زين اكو هوايه قوانين مهمه المفروض يعني يصوت عليها بالفترات السابقه، تتوقع من هذا البرلمان انه راح يصوت على قوانين مهمه تخدم المواطن؟ مثلا سعر صف الدولار ممكن ان يكون في تدخل برلماني؟ يقال يقول لك شهر الرابع بلكت الله ينزل الدولار. بلكت الله. والقوانين المهمه تتوقع راح تنجز بسرعه؟ لا. شنو السبب؟ كل من يريد يفيد ربعه. زين؟ حكومه تعبانه. حكومة بس على الفقير. الله نتمنى يعني واحنا متفائلين خير ان شاء الله بالبرلمان القادم، ونتمنى انهم يصححون الاخطاء اللي صارت يعني بتشريع قوانين جديدة تخدم البلد بعدة مجالات، يعني خلينا نقول بجميع المجالات اللي تخدم المواطن، ونتمنى ان شاء الله خير، متفائلين خير ان شاء الله بهالبرلمان القادم. طيب يعني شنو اهم قانون ممكن تنتظره من البرلمان يصوت عليه او يعدل قانون مهم برايك؟ يعني هي كثره قوانين مو قانون واحد، يعني من ضمن القوانين اللي تحتاج تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائيه العسكري، يعني بيه عده اخطاء ويحتاج تعديل. ونتمنى ان شاء الله انهم يكونوا منتبهين للمساله هذه، واحده من ضمن المسائل. باقي الامور المعيشيه اللي تخدم المواطن اقتصاديا، و يعني سعر الصرف هم مسألة مهمة للمواطن، أتمنى إن شاء الله تعالج، هم من ضمن المسائل اللي تعالج إن شاء الله.